بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، مرحبا بكم على إذاعتكم ميد غاديو، مرحبا بكم على برنامجكم اليومي نصيحة أمل. وكنتكلموا على أسباب تقلبات المزاج اللي كتحصل عند بعض الناس أو لواحد الشريحة لا يستهان بها عند الناس، وتيخليهم في حد المستوى من عدم الرضا على الذات، واحد المستوى من الإحساس بالذنب أحيانا، واحد الحالة من الحزن، من الكآبة، من تقلبات يعني التصرفات والمعاملات ديالهم، وحتى بعض الأخلاقيات أحيانا تتغير عندهم وتيقول لك علاش، شنو السبب، ما عرفتش شنو السبب، شنو وقع لي، ماذا حصل. فخصنا نعرفوا الأسباب لأجل أننا ناخذ باب ديال العلاج. فمن أهم الأسباب اللي كتؤدي إلى تقلبات المزاج عند الإنسان هو الإجهاد. شنو هو الإجهاد؟ الإجهاد هو تعب شديد، يعني تعب شديد اللي يخلي الإنسان توصل واحد الحالة ما تبقاش قادر أنه يتحكم في الجسم دياله وفي النفس دياله. والسبب قد يكون ما كيلتفتلوش الإنسان، تيكون هو الإنهماك في العمل وما سيعطيش نفسه واحد الأوقات ديال الراحة، تيكون واحد الإنهماك في أداء مسؤوليات معينة بدون تنويع في حاجيات الجسم أو لحاجيات النفس أو لحاجيات الروح. هذا النوع أو لقلة النوم أو لواحد النوع من الأكل، هذا غنتكلموا عليه إن شاء الله تعالى، واحد نوع من الأكل اللي تيخلي الإنسان أنه تيدفع به إلى تقلب المزاج. فإذا الإجهاد يكون عنده سبب، علاش؟ لأنه مع الإجهاد كتفرز هرمونات معينة، هرمونات اللي كتخلي النواقل العصبية كتأثر، فكيتأثر كيمياء الدماغ، ولما كتأثر كيمياء الدماغ لا شك أن المزاج كيتغير. فبالتالي أنه هاد الهرمونات ديال التوتر والهرمونات ديال الإجهاد فهي مضرة بالإنسان، مضرة لأنها كتفرز معها هرمونات مثلا الكورتيزون اللي كتخلي إنسان في واحد المستوى من التوتر والقلق، كتفرز معها الأدرينالين اللي حتى هي كتخلي عنده واحد القوة ديال خفقان القلب وديال يعني الإحساس بعدم الأمان وأنه في واحد الحالة ديال الخوف. إذن هذه أمور اللي كتأسس لتقلبات المزاج. فنجنب ما أمكن الإجهاد الشديد. الإجهاد الشديد راه تأثر على النواقل العصبية ديال الدماغ، وبالتالي تأثر على السيروتونين وعلى غيره من النواقل العصبية، الدوبامين وغيرها. فكذلك من ضمن الأسباب اللي خصنا نعرفوها هو التغيرات الهرمونية. كثير من الناس ما ترحموش المرأة، ما ترحموش تقلبات المزاجية اللي عند المرأة اللي تقولوا غير هي بغات هكذاك، ما عرفت مالها مقلقة، ما عرفت مالها معصبة، ما عرفت مالها تحاجة ما عجبها، لكن ما تعرفوش بأنه كين عندها تقلبات هرمونية اللي هي كتأثر على المزاج ديالها. تقلبات الهرمونية مثلا فترة الحيض، تقلبات فترة الحمل، تقلبات فترة حتى النفاس والولادة. فإذا هاد التقلبات اللي كتكون هرمونية عند المرأة والتغيرات الهرمونية كتأثر على المزاج ديالها، لأنه لما تيكون مثلا انخفاض ديال الأستروجين تأثر على السيروتونين، وهذا الشيء تنشوفوه في سن الأمل وسن الأمان، سن الأمل وسن الأمان، لما تنبغيش أنا نسميه إطلاقا سن اليأس، لأنه ما عرفت شيء أنا هاد التسمية منين جات، خدوها من كلام الله تعالى ببطر الآية واللاتي يئسن من المحيض، يئسن من المحيض، فما نبقوش نسميه سن اليأس، هو سن الأمل وسن الأمان. فبالتالي هاد التغيرات الهرمونية اللي كتوقع في هاد الفترة كتأثر على نفسية المرأة من حيث التغيرات الكيميائية اللي كتوقع عندها في الجسم. إذا نمسو لها العذر، إذا نعرفو بأنه هاد التغيرات ماشي لخطرها، ونعرفو حتى هي بطبيعة الحال تعرف علاش كاين هاد التغير المزاجي، فما تبقاش أنها تلقي اللوم على نفسها، بالعكس أنها تستجيب لهاد التغيرات وتحاول أنها تتفاعل معها، وتتحاول ما أمكن أنها توجد لها بعض الحلول، منها الاسترخاء، منها بعض المشروبات المهدئة، منها إما راحة، رغبة في الراحة أو رغبة في الحركة أنها تتحرك، يعني تستجيب ولا تستنكر، لأنه لما كيستنكروا عليها الناس كتولي حتى هي كتستنكر على نفسها. وتنعرفوا أنه من الخطر على المرأة أنها توقع في التوتر في حالة الحيض وفي حالة النفاس وفي حالة الحمل، يعني هذه أمور اللي خصنا نلتفتوا لها، وخص المرأة تعرفها وخص الرجل يعرفها، لأنه الرجل هو مصاحب المرأة في هذه الحياة، فبالتالي خصو يكون على دراية بهذه الأمور بشكل مهم جدا. وتلقوا أنه الشرع ديالنا ولله الحمد تراعي هذه الأمور.
من ضمنها انه لو كان الله تعالى ما عطاش هاد الامور قيمه وما بغاش ان الرجل يلتفت ليها، كان غادي يخلي ان المراه يبقى عندها صلاه اثناء الحيض، تبقى عندها صلاه اثناء النفاس، يبقى عندها صيام. لا، اذا الا كان الركن من اركان الاساسيه في الدين اللي هو الصلاه، والله تعالى عفى منه المراه اثناء الحيض واثناء النفاس، فهذا فيه دلاله كبيره. الا كان مشروع إيماني كبير والمرأة ما تقدرش تديرو عفاها رب العالمين، فعفيها حتى انت من بعض المهام أو لبعض الأمور اللي خصك تراعيها أثناء التواصل معها وأثناء التفاهم، وتعطيها واحد نوع من التفاهم الكبير جدا. ناخد أول مكالمة للحنان من طنجة. ألو. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. مرحبا لحنان، بارك الله فيك. صراحة هو اسم على مسمى، تبارك الله ما شاء الله. الله يحفظك لله، الله يوفقك، الله يكرمك لله حنان، بارك الله فيك. انا اللي كنت تكلمت معك هذه شي 15 يوم هذه، كنت قلت لك عندي تروبل في كيليبغ، عدم توازن، كنت قلت لي ربما كنت عقلتي عليا. عقلت عليك، كطلعي في الدروج كتحبوا هكذا. ايوه انا سنعقل على المستمعين مزيان. مرحبا لحنان، بارك الله فيك، الله يكرمك لله. انا كنت تبعت مع الاطباء كامل، قلت لك شفت بزاف ديال التخصصات وما عرفتش كون شنو السبب بالضبط ديال الحاله ديالي. كنت قلتي لي على انه ربما يكون حتى سميتو نقص الفيتامينات، النغولو كان قالها ليا، كان قال ليا ربما حاله عصبيه، وفاش تكلمت معاه قلت له ربما حاله توتر هي اللي وصلت لهذه الحاله. وكان قطع عليا الخط قبل ما ناخذ الرقم ديالك الهاتفي. الله يجازيك بخير، الله يسهل امرك. امين لحنان، امين. بغيت نتكلم معك، الله يجازيك بخير، كاين شي امور بغيت نتكلم معك فيهم ماشي في على الهواء. الله يجازيك بخير لحنان. مرحبا لحنان، نرجعك عند المجدولين وترجعك عند الله سميحه ان شاء الله. مرحبا، الله يشافيك ويعافيك ان شاء الله. ناخذ معنا لاله حياه من اكادير. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. مرحبا، كنشكرك بزاف على هذا البرنامج. الله يبارك فيك اللا حياة، مرحبا بك. انا اختي دائما كنعيط وما كيبغيش يشكي، الحمد لله. مرحبا بك اختي، نهار كبير هذا، مرحبا اختي. راه ما عرفتش انا منين نبدا هاد الحياة ديالي، راه ظلام يا اختي في عينيا، ما لقيتش عارفة اش من طرف نمشي. تقعد عييت عييت عييت. لاباس عليك، لاباس عليك اللا حياة. شحال عندك من عام اللا حياة؟ 22. شحال؟ 22. 28. شابة تبارك الله. يا ربي ياسمين، انا دابا فقدت البصر ديالي، ما بقيتش كنشوف. الله يشافيك ويعافيك، الله يشافيك لاله حياة. كان سمعك لاله حياة معاك. ما كنلقاها لي عاوني، ما كنلقى لا اللي يساعدني لا والو. عندي الاب ديالي مريض حتى هو تشد لي يابا. المهم انا فقدت البصر ديالي في 2015، هو في 2016 ما بقاش كيتنسى، وانا ما لقيتش اللي يساعدني، ما لقيتش اللي يعاوني، كنقلب على جمعيات ما لقيتش اللي يعاوني. لا اله الا الله. التعاون الوطني المهم تساعد المشروع ديالي، داكشي ما كاين والو، ما عرفتش شنو عندي. لا اله الا الله. انا كرهت هاد الحياة. في منطقة المدينة ولا في البادية؟ لا اله الا الله. قريتي شي شوية اللا حياة ولا لا؟ تقريبا من 5 سنين، ماشي بزاف. 5 سنين يعني حتى لاش من المستوى. دابا هادشي المهم باغي شي نور يتفتح ليا غير في هاد الطريق ديالي باش خليني نساعد. شي بغيت غير نقرا ولا بغيت ندير شي حاجه في حياتي، ولكن ما كاين والو 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 ما كاين. ما شفتيش المدرسة العلوية للمكفوفين، أنك تعلمي طريقة ديال الكتابة برايل، أنه تحاولي ما أمكن تأقلمي مع الوضع اللي أنت فيها لحياة؟ أختي ما لقيت أصلا كاع، إلا لقيت شي حاجة ما كنلقاش ترونسبور اللي يديني ولا شي. نتوما في المدينة ولا في البادية؟ عندنا واحدة ديال أكادير. هكذاك. شنو المنطقة بالضبط؟ ممكن تقولي لنا المنطقة؟ المنطقة القليعة. واخا حياة عندك الاخوة ديالك عندهم نفس الحالة، ولا انت بوحديتك اللي كاينة عند والديك ولا شنو؟ لا انا بوحديتي لي هكا، ولكن دابا اصلا انا ما عايشيش مع والدي، المهم عايشة غير مع واحد الاخت ديالي. المهم والدي دابا كاين في واحد البلاد وانا كاينة في هاد البلاد. عايشي بوحديتك؟ على راسي انا، طبيب ادوية بزاف ما كنلقاش باش نمشي عند الطبيب، ما كنلقى حتى شي حاجة. بغيت غير شي جمعية، يا ريت لا كانت كتسمعني شي جمعية تعيط ليكم غير باش يساعدوني. واخا لحياة، نسقسيك لحياة عافاك.
حنا غنستجبوا ان شاء الله تعالى لهذا الطلب ديالك، وغادي نديروا مجهودنا باذن الله عز وجل نقدموا لك واحد المساعده ولو بسيطه يعني بالمجهود اللي قدرنا الله تعالى عليه. ولكن انا بغيت نعرف لحياه شنو اللي خلاك انه تعيشي مع يعني واحد المكان مستقل على والديك، شنو اللي خلاك انه ما تبقيش مع والديك؟ اختي لا البادية ما قدرتش نعيش فيها، ما قدرتش نعيش فيها. المدينة دابا؟ غير الصيف عندهم مع العقرب كدزني حدايا. لا اله الا الله، لا اله الا الله، الله يحسن العام. واش مشيتي عند عائلة لا حياة ولا اش؟ مشيتي عايشة مع العائلة ولا غير مع؟ لا انا عايشة مع الاخت ديالي، زعما ما قدرتش نعيش في هذيك البادية ودابا حيت كنخدم الخريج الحجارة كعارف هذيك المنطقة كيفاش دايرة، ولكن فاش دخلت هنا صافي ما لقيت شي حاجة صافي عييت. وخلي حياة هاد الأمور هادي إن شاء الله تعالى الطبية نشوفوها ونتمنى أنه يكون فيها خير بإذن الله عز وجل. غادي نرجعك عند الله مجدولين وخلي الرقم ديالك الله يحفظك للحياة بإذن الله نتواصله، ونتمنى إن شاء الله تعالى شوف للحياة أنه يقيننا في أنه كاين أمل في الحياة، هذا ما خصناش نحيده إطلاقا، أي كان المرض أي كان المشكل أي كانت الصعوبة، فهذا الأمر حيت ماشي بيدينا حنا، راه بيدين الخالق سبحانه وتعالى اللي تيقول شيء كن فيكون، فما كاين لا شيء يا اختي وتحزني، راه غير سحابه صيف. الله يحفظك الحياه، راه غير صبري واحد شويه ان شاء الله تعالى يكون خير، يكون خير باذن الله عز وجل. الا كان الله تعالى رد البصر ليعقوب عليه السلام بعد ما حتى هو دخل في واحد الحاله ديال فقدان البصر، راه الله تعالى قادر على فعل اي شيء. ناس اللي كانوا مصابين بامراض ماشي حتى مزمنة، أمراض اللي هي خطيرة تؤدي إلى الوفاة، ولكن الله تعالى قدر عليهم أنه يتشفوا، يعني كيف ما الله تعالى يقدر المرض يقدر الشفاء، فيكون عندنا يقين بأنه كاين متقابلات في الحياة، كاين متقابلات وما نيأسوش وما نفقدوش الأمل إطلاقا. أحسني الظن بالله، خليك في واحد المستوى من الطلب. شنو هو الطلب؟ طلب ديال أش؟ ديال مساعدة الله تعالى. نعم، دعي الله عز وجل، قولي يا ربي هالطلب هذا اللي طلبتيه الآن توجهي به لرب العالمين، قولي يا ربي تعيني ودعائك إن شاء الله تعالى مستجاب. علاش دعائك مستجاب؟ لأنه أنت في حالة اضطرار، فمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أنت في الحالة ديال الحاجة وفي الحالة ديال الابتلاء، والله تعالى إذا أحب عبدا ابتلاه، فما تقوليش بأنه الله تعالى راه بغي، حاشا لله نقولوا أن الله بغي يمحنا أو لله نسانا أو لهذا الشيء اللي وقع بلا مشيئة الله، ولا ما عارفوش سيدي ربي، ولا ربي راه عنده أشغال كثيرة، لا 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 إطلاقا. الله تعالى ما كيخفى عليه حتى شي أمر، يعني ما من حبة خردل اللي كتوقع في الأرض ولا في السماء ولا في أي مكان إلا ويعلمها عز وجل. فإذا ربي عارف، ربي تيشوف فيك، ربي سميع بصير للحياة. انتي شابة تبارك الله 28 سنة، باقي الحياة قدامك، أنا بغيتك تعيشيها بواحد نوع من الأمل والتفاؤل، تتقبلي الوضع أولا، تدخلي حمدتك ربي وشكرتك ويا ربي تشافيني وتعافيني. راه شحال من الناس اللي وقعت لهم مشاكل اللي كانوا يائسين من الشفاء ديالها، ولكن ربي سبحانه وتعالى سخر لهم ويسر لهم سبل ديال النجاح وسبل كذلك ديال الشفاء. فهاد الوضع أي وضع صابنا نحاولوا نتقبلوه، نعم صعيب ماشي سهل ما قلنا شيء الا نتقبلوه وندعيو الله تعالى ونقلبوا بحال الطريقه اللي كتعملي انت، نقلبوا على الناس اللي تقدموا المساعده. لكن لما ما لقاوش مساعده في البدايه او لفتره من الفترات، ماشي نقولوا صافي راه حنايا تهنا وصافي مشينا فيها وصافي راه يعني نبقاو طيله حياتنا هكذا، لا. شفتي غير حسيتي بالانس، الانس مع نفسك لاله حياه، الانس مع راسك، انه تكوني راضيه على ذاتك، راضيه على الله تعالى، والله ثم والله ربي عز وجل غادي يعطيك واحد النور في قلبك، وغيعطيك واحد النور للبصيره اللي ربما غادي يحسدك عليها الناس ويحسدك على الاخرين. كاين الناس اللي عندهم نور البصيره ياك او لا نور البصر، ولكن ما عندهمش نور البصيره، عندهم نور البصر بمعنى انهم تيقدوا انهم يشوفوا بعينهم، ولكن الاحساس القلبي منعدم، الاحساس القلبي صفر، بمعنى الاحساس السعاده، الاحساس الاطمئنان، الاحساس بالراحه ما كاين شيء. فردي بالك للحياه الى معاني الحياه، الى معاني الامور الحقيقيه، ما نبقاوش في الامور السطحيه فقط. اللي مهم عندنا انه نكونوا مرتاحين ونكونوا سعداء، وان شاء الله تعالى ربي يسر لك
ولاد الخير ولاد الناس، والحمد لله المغاربة فيهم الخير لا شك، ونسأل الله تعالى أنه يكون واحد نوع من المحسنين اللي يساعدوا بحال الناس ذوي الاحتياجات الخاصة، اللي يقدموا لهم الزكاة ديالهم أو من غير الزكاة يقدموا لهم صدقات، يقدموا لهم هبات هدايا، ويلتفتوا لهم وربي معك سبحانه وتعالى. مرحبا لحياة. ناخدوا معنا ابتسام من العيون. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. اهلا وسهلا دكتورة. مرحبا ابتسام، الله يبارك فيك. لاله بارك الله فيك. فرحانة بزاف بزاف حيت هضرت معك والله. الله يحفظك لاله ابتسام. انا بارك لي غير سمعت صوتك وضحكت الداوي. لا اله الا الله، الله يكبر بك لاله ابتسام، هذا شرف ليا وكنعتزم بالامر. والله يجعلك ان شاء الله من مبشرين الجنة، والله يرزقك من حيث لا تحتسبين ان شاء الله، على الكرم ديالك ولا العطف ديالك معنا. الله يحفظك الابتسام. العفو اختي، مرحبا بكم. تنا لي الشرف انه تتواصلوا معنا وكتفاعلوا لله الحمد مع البرنامج. مرحبا الابتسام اختي، تفضلي. لله الحمد لله. المهم ما عرفتش منين غادي نبدا. المهم عندك من عام الابتسام؟ عندي 25 عام، مزوجه، زعما ما عنديش وليدات. المشكل صراحه اللي لقيت انه ما لقيتوش مع راجلي، لقيته مع عائله راجلي. لقيت مشكل ان المهم كعرف احتكاكات بزاف كتولد. دابا انت ساكنه معاهم؟ كنت ساكنه معاهم شي 8 شهور وانا ساكنه معاهم. شحال مده الزواج دابا الابتسام؟ دابا 10 شهور. 10 شهور، يعني يلا شهرين دابا باش خرجتي من عندهم ياك؟ شهرين دابا باش خرجت من عندهم. دابا عاد استقليت راسي يعني بديت من الصفر، يعني خرجت من عندهم ما عندي حتى شي حاجه. المهم ما عندناش ماشي هذه الاشكاليه، انا تقاتلنا الحمد لله مع الوقت والحمد لله، يعني ربي ما خيبناش الحمد لله. المشكل ديالي هو انا مازال ما يعني مازال ما تصالحناش، مازال ما تنهضرش معاهم، ما تيهضروش معايا، فقط كيهضر غير مع راجلي يهضر معاهم. واخا حنا ساكنين في نفس المدينه وبيناتنا واقيلا غير شي زنقه. دابا فين كاين المشكل هو انني عطيت العصا لنفسي بزاف. يعني بقدرت ما كنت كنصبر كنسكت ما كان يعني ما باش ندخل لك في لي ديطاي، راكي عارفه شنو هي انا كيعيشها مع العدوله. ماشي يعني ديما ماشي ديما، لكن هو غير كونه تواصل اولا مع مجموعه الناس ماشي سهل، واخا تكون يعني حتى المحبه وكذا والتفاهم هذا ماشي سهل. الناس غراب عليك ربما، والناس اللي ما كنتيش مولفه انها عايشه معاهم، عادي لكن عادي لكن مشاكل يعني. صح يعني انا دخلت نهار الاول دخلت على نية انني انا داخله عند والديا، انا والله سبحان الله شهدت عليا والديا وعائلتي الحمد لله الثانيه. انا لقيت العكس، لقيت ان مشادات، لقيت مشاكل الغيره، لقيت بزاف الحوايج. الحمد لله انني لقيت راجلي بجنبي، يعني ما لقيتش هذا المشكل هذا، هو اللي اتخذ قرار اننا باش نخرجوا من الدار ونأسسوا حياتنا، يعني هو ما بقاش بغى صداع. دابا المشكل ديالي هو انني انا ما نسيتش داك الشيء اللي وقع، وديما كنبقى نمرض في راسي وكنعاتب في راسي. الا فقت في الصباح بكري اول حاجه كطيح لي في البال هي هذا الشيء اللي وقع ليا. كنبقى نبكي بوحدي كنقول علاش وقع لي بحال هكا، وانا نيتي كانت صافيه، يعني داك الجهد وداك الصبر اللي صبرت واخا غير مده قليله ديال 8 شهور عطيت نفسي، كنت كنجاهد في نفسي بهذا المفهوم. يعني في اللي داروا لي الغلط ما كنقولش داروا الغلط، كنردوا لنفسي، كنرد الغلط ليا انا، كنقول انا اللي درت، واقيلا انا اللي غلطت، واقيلا داك الحر اللي فيا صافي دابا حاسه براسي انني انغلقت بوحدي، انغلقت وليت كنفكر غير في الماضي. فهمت الابتسام. واخا الابتسام، نوعية الخلافات اللي كانت مع حماتك ولا مع لويساتك ولا وشنو هي هاد الخلافات اللي كانت؟ واش شي حاجة اللي كنتي ما كتقدريش أنه ديريها، أو لا شي حاجة اللي كيتساء فهمك فيها؟ أولا فوالا سوء الظن، كنت كنعاني من مشكلة سوء الظن. يعني مثلا علاش شفتي في ديك الشوفة، علاش أنا مثلا بحال لوسي دخلت، علاش دخلت أنا وأنت سكتي، أو علاش دخلت أنا وأنت سكتي ما بقيتيش كتضحكي. يعني لقيت مشكل بزاف، علاش قلتي راجلي مثلا غير كنهضر أنا وياه قلتي كلمة، علاش قلتي لي بحال هكا، علاش مثلا في العرض الفلان فلانية ذكرتي قلتي واحد الكلمة واخا أنا ما قصدتش بديك الهضرة. يعني لقيت سوء، يعني واحد المحاسبة كثيرة قوية كثيرة على أبسط الحوايج، لدرجة أنه ولات المحاسبة على أنا أشنو كليت هما ما كلاوش، ولا أشنو أنا جايب لي هما ما جابش ليهم. يعني ولات المحاسبة بسيطة. فهمت الابتسام. هنا كيكونوا نوعية ديال الشخصيات اللي تتكون هي في الأصل مضيقة على نفسها، هاد نوعية الشخصيات هي مراقبة لذاتها بشكل كبير،
لدرجة أنها هي كتلقاها مألمة مع نفسها، راه كتظني بأنهم هما مرتاحين، راه ما مرتاحين شي، راهما هكذاك، إما لكونهم عندهم حساسية مفرطة، إما لكونهم عانى واحد النوع من النقص العاطفي، فبالتالي ديك الناس اللي تكون عندهم نقص عاطفي تيوليو تيوجهوا الانتقادات للاخر بشكل كبير، علاش؟ باش يلفتوا انتباه وباش يشبعوا ديك الحاجيه ديالهم العاطفيه. اولا احيانا ماشي بالضروره في الحاله ديالك، انا تنقول عموما تيكون واحد النوع من الغيره من موضع معين، فإلا شافوا بانه الاضواء مسلطه عليك، اولا انت مثلا محط اعجاب ديال الزوج ديالك، وكاين واحد النوع التفاهم، وكاين واحد النوع ديال الاستئناس والتواصل، هذا فكيقدر تيبداو يقولوا وعلاش حنا ما كانش كيتعامل معنا هكذا ولا تيتعامل معها. اذا كنت معاكم يا كلبتي، اذا لان هذه هي الخلفيه وهذا هو التحليل الواقع لهذا الوضع ومثل هذه التصرفات بحال هكذا. اذا انت بغيتي الان كيفاش انه تعاملي مع نفسك باش تنسي ديك الاذى، ياك الابتسام؟ نعم. حسيتي بانه كنتي تظلمتي في واحد الفتره وبغيتي صح. تخلصي من ذاك الاحساس بالظلم، صح؟ واخا انت على الابتسام اعتبروا بحال كنتي في واحد المنازعه، كنتي نسميوها بحال انسان كان في حرب، اللي كيكون في واحد المنازعات وواحد الحرب خصو يقلب على الانتصار. واش كتعتبري نفسك انت منتصره ولا منهزمه؟ لا الحمد لله كنعترف بأنني انتصرت. مزيان. اذا اللي منتصر اللي الا كنتي فعلا في قرار نفسك متشبعه بهذه الفكره والعقل ديالك الواعي واللاواعي تيقول لك بانه منتصره، راه ما خصكش تستمري في هذا الاحساس، ولكن راه باقي عندك شك في انك انت اللي منتصره، باقي عندك واحد ما نقول شيء حتى حقد، لكن واحد الاحساس بالمهانه، علاش ما ربما ما جاوبتش بهذا الشكل، وعلاش ما قلتش بحال هكذا، وعلاش ما خرجتيش اللي عندك، علاش انا اصلا نصبر على هذا الضغط، علاش هما انت ما حاساش بالانتصار. انا نقول لك الابتسام، انا بغيتك، علاش عطيتك هذا المثال ديال انه كاين حرب، اما اولا كاين لعبه من اللعب، اما كتخرج منهزم اولا منتصر. فإلا اعتقدتي اعتقاد جازم بانك منتصره وهذا هو الإشارة اللي خصك تبقاي تعملي بها الآن مع العقل ديالك والعقل الباطني، هو أنه تقولي لنفسك أنا انتصرت. عرفتي علاش انتصرتي؟ ما خرجتيش ديك الأداة اللي خصك تخرجي، ما خرجتيش. كنقول أنا بنادم ما عمرهم شافوا مني الحمد لله كلمة، وهذا راه انتصار، هذا راه انتصار الابتسام، ولا غير شوف يعني انسان ما كتعتبري في مرتبة والديك، راه والديك يقدروا يعقروك، يقدروا يغلطوا فيك، انا هذا الشيء اللي كنت دايره في بالي، انني درت معهم شي حوايج اللي يتمنى اي واحد ايوا هذه راه امور رائعة. الحمد لله الحمد لله. لا هذا الشيء قوليه وافتخري به الابتسام، هادشي قولي وافتخري بيه وقولي مع نفسك. وقت ما حسيتي، انا حسيت دكتورة سمحيني قطعتك، كنحس براسي انني ما عطيتش نفسي حقها. فشوف الابتسام هو الامر اللي خصو يكون، هو انه كيف ما قلت لك تحسي براسك بانه راه درتي افعال اللي تخليك تعتزي بنفسك. دابا انت التقدير ديال الذات اللي باقي عندك فيه تذبذب، تقديرك لذاتك باقي ما حاصلش مزيان، فنفسك كتقولي لها هاد الحويجه، تشوف انت راه بنت الناس وتعاملتي مزيان ودرتي، ولكن كتجي واحد الطرف من النفس ديالك، واحد الجزئيه من النفس، واحد الجانب من النفس تيقول لك لا 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 عرفتي شنو، راه ضحكوا عليك وحقروك وما كنتي مقموعه وما كنتيش كتقدري تهضري وما كنتيش. لا، لما يجي هاد الطرف الاخر اللي هو عنده جوج الكرينات هذاك، يعني في صفه الشيطانه، اللي تيقول لك هاد الامور هذه باش يأديك، اولا لانه تبقاي ديما هزه ديك الحرقه في قلبك، وحنا ما بغيناش ديك الحرقه، انه تقولي له لا انت اخنس يا شيطان، انت غير شيطان وسواس اللي تيجيني وتيقول لي بانه انا راني ما انتصرتش، انا منتصره وبامتياز، منتصره بامتياز باعلى النقاط، جبتي اعلى نقاط اللي تاهلك ما شاء الله للمونديال، يعني كونك انت صبرتي واحد النوع. لكن شنو فين كاين الخطا؟ ماشي الخطا هو في انه ما عرفتيش تخرجي او لا، الخطا هو في انه ما كنتيش راضيه بالفعل ديالك وما كنتيش مراقبه للفعل. نعطيكم مثال،
لما الانسان مثلا كيضطر انه يتعامل مع بعض الناس اللي تكون عندهم واحد الحساسيه مفرطه ولا محاسبه قويه، لما تحسي براسك بانه ما قادرش انك تجاوبي على ديك الاتهام كترجعي للور تقولي مرحليا وفي هذه الفتره وفي هذه اللحظه انا ما غنقدرش نجاوب. قالت لك لوسك لا انت شفتي فيه واحد الشوفه وهذا، قول لها ياك اختي صافي ماشي اشكال. انت سكتي ديك الساعات لانه ما بغيتيش تغير المزاج ديالك، كان عندك مزاج جيد، مزاج اللي هو مثلا صباحي رائع، مزاج جايه فرحانه، وتقالت لك ديك الكلمه. علاش انت غتبداي تدخلي في فتره ديال الدفاع على النفس في ديك اللحظه وانت عارفه راسك كتعرفي نفسك؟ يعني كاين انواع من الناس، انت من نوع الناس الا قلتي هذيك يعني كلمات دفاعيه غادي يخسر لك المزاج نهار كامل. اذا شنو غديري؟ غتوقفي ديك الساعات وقول لها هذا الموضوع الله يخليك غنهضروا فيه من بعد، اجليه من حقك تاجليه، هذا منتهى تقدير الذات وإثبات الذات والتعبير عن الذات، أنه ما كتكونيش سلبية وما كتكونيش عدوانية، لكن هذا الموضوع من حقي أنه ما نجبدوش الآن، ما مستعداش أني نتكلم فيه الآن، نتكلم فيه يعني في وقت آخر. هذه هي التكنيك هما التقنيات اللي ممكن تستعملوها باش ما نتأثروش، لأنه أنت مضغوطة مثلا جاية من الخدمة أو لا يلا ساليتي شغل الدار أو لا كيجي واحد أنت يلا بغيتي ترتاحي تيجي بغي يجبد معك موضوع اللي تضرك، من حقك تأجليه، من حقك انك تقولي انه الان ما بغيتش نتكلم فيه، راك انت غلط وانا ما غاديش نتكلم فيه دابا صافي. ممكن تقول لها كلمه وتزيدي بحالك، من بعد غتجي عندها وغتحوزيها عندك وغتعنقيها وغتقول لها شوفي اختي راه هي ساتي بيا الظن، الوقت اللي تكوني انت مرتاحه وقادره تعبري على نفسك قولي انا اختي راه غلطتي، راه انا اصلا كنت ساهيه ديك الوقت ولا شي حاجه اخرى مقلقاني، وعلاش غنهبط عيني عليك اصلا وانت اختي وانت حبيبتي وتعانقت وتقول لك لا ودرتي لي وفعلتي؟ ولا شوف اختي راه غير وسواس الشيطان تيجيك وراه غير انت تاولتي شي حوايج وساتي الظن وكذا وكذا. دوزي هاد النوعيه ديال الناس واش محتاجين؟ اللي يضحكهم اللي ينشطهم اللي يفرحهم واللي يبدل لهم افكارهم ديال الحياه، اللي يعطيهم افكار جديده وما يبقاش دائما في واحد المحك ديال الدفاع ديال على النفس. لا، اذا هنا كان هذا الاشكال هو اللي كاين عندك وكاين عند كثير من الناس. اذا لو كنتي عرفتي هكذا تتعاملي ما كنتيش الان غتحسي بهذا الالم، ولكن جامي ترو طار بو بيان فير، انت دابا هي غادي تتعاملي مع نفسك بشكل اخر، تقولي انا منتصره، وغتبقاي تكتبي كاع ديك الحويجات اللي انت كتحسي بانه انتصرتي فيها، درت كذا ودرت كذا، وكتبي السلبيات ديالك، ما كنتش قدرت نتكلم. شنو هي ما كنتش قدرت نتكلم؟ واش حنا بالضروره نتخاصموا نتسبوا نتعايروا؟ لا، كعنا تاكيد الذات تنعبروا على ذواتنا بدون سلبيه وبدون عدوانيه بكل تقدير واحترام، الوقت اللي خصنا نقولوا لا نقولوا لا، الوقت اللي خصنا نقولوا اه نقولوا اه، وبكل احترام للاخر وبكلمات جميله وبواحد الجماليه وجماليه التعامل. اذا الان غتولي تكتبي الايجابيات اللي عندك وتركزي على ايجابيات اخرى باش تنسي هذا الموضوع، وهذا الشيء غتبداي تكتبي الايجابيات اللي عندك والايجابيات في الحياه عموما. انت دابا يلاه بديتي حياتك الزوجيه يعني من جديد، يعني في واحد المستوى من تواصل غير انت وراجلك، فغتبداي تركزي على حياتك الخاصه الجديده. الدماغ لا يعرف التفكير في شيئين في ان واحد، فبالتالي شنو اللي خصك ديري هو انه تعطي الفرصه لعقلك انه فين يفكر في حويجات اخرين جداد. الا شغلتي بحويجات جداد غادي نشاغل على هذا الموضوع، خليتي نفسك ما عندك حتى شي موضوع دابا لمده شهرين الا هذا الموضوع، هنا بقيتي بحال شي واحد عالق في شي وحل، البنو ديالو وقع له في شي بليصه، اشنو خصو يدير؟ خصو يفكر في البلاصه اللي هي خصو يطلع ليها، ما غاديش يبقى باش يحيد من داك الوحل. فهكذا انت اللي خصك ديري، مارسي الرياضه لاله واحد نص ساعه على الاقل في اليوم ديال المشي، التنفس العميق حافظي عليه، حاولي انه دخلي في واحد الحال ديال التامل والاسترخاء والتامل في ملكوت السماوات والارض واي حاجه النعم اللي عندك انت، وفكري في الايجابيات اللي عندك. السلبيات اللي بانت لك كاينه تكتبيها في ورقه، من بعد قبطيها وحرقيها بواحد الشميعه اولا فوق العافيه حرقيها، اولا قبطي ديك الحاجه اللي كتألمك كتبيها وكمشيها مزيان ورميها في البوبال باش تحسي براسك بانه كترتاحي. هذا الفعل لما تكريه، هذه التقنيه لما تكريها نهار على نهار مده لا تقل على 21 يوم الى 40 يوم ممكن تكون مستجده، فهذه الطريقه هذه كفيله بانها تخرجك من هذه الحاله ان شاء الله تعالى. وقلت لك دائما حسي بانك منتصره، ما عمرك ما تخلي لنفسك
الطرف الاخر يقول لك ويوهمك بشي حاجه اخرى. مرحبا، غادي ناخذ معنا مكالمه اخرى. لاله ليلى من الدار البيضاء. الو. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. كيدايره الدكتوره امال؟ الله يبارك فيك يا لاله ليلى، مرحبا بك اختي. على هذا البرنامج الله يكرمك لاله، مرحبا بكم. بارك الله فيك. الله يخليك، عندي واحد المشكل صغير مع وليداتي جوج. عندي جوج وليدات، واحده عندها 5 سنين ووليد عنده 4 سنين، هذا صغير بزاف. وبحال البنيه كنت باش حامله ليها، كنت عندي مشاكل بزاف وخرجت لي مع الصبا. خرجت لي مع الصبا، وحتى انا دوريجي مع الصبا، حتى تربيت في العنف وتربيت في العصب وتربيت هذوك الوليدات، خرجتهم مني هما تربيو هما مع الصبا، يعني شويه الغوات شويه كنضرب شي حاجه ونهفات نغوت. الله، انا حنينه فيهم، ولكن بارفوا ملي كتجيني ديك العصبيه ما كنعقلش على راسي. دابا ملي كبروا كنحاول نجلس مع راسي، كنمشي للتربيه الايجابيه هكا، كنحاول بعض المرات لا كليتوغ نديرهم، ولكن كنحس بهم دابا في ليكول خايفين. ملي كنحط ولدي في ليكول كيدخل معايا غادي ناشط وضاحك، كيدخل لا كلاس يدير اكتفاته يسكت ديك لي لاتخاتنا ولا يحاول يكون ساكن. اللي عنده 5 سنين ياك؟ لا، اللي عنده 4 سنين. ديال 5 سنين العام اللي فات كانت بحال هكا، العام بدات كتطلق شويه. بغيت نعرف واش الا بدل السيستم ديالي معاهم واش ممكن يتبدلوا ولا صافي شخصيتهم دمرتها؟ لا 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 اطلاقا. لا شوف ليلى، انت كنتي فين كتوصلي لحد معاهم في التعامل؟ واش في الغوات ولا كتضربي شي ضرب يعني؟ لا كنضرب ولا كنضرب كنغوت. معدل شحال كتضربي؟ معدل الضرب عندك مره في شحال؟ مره في اسبوع، مره في شهر، مره في شهرين، مره في يقدر 2 مرات في النهار؟ شنو؟ 3 مرات في الاسبوع على حساب. حتى المغا الان ملي كنكون مع الصبا مع ولادي كنكون مع الصبا صافي، حتى هما كنفرغ فيهم هذاك العشر ديالي. واخا شويه شويه اثنين قباح. وإلا هضرت معاهم ما تسلمتش ممكن نضرب الطبله، ممكن حتى ولا فيهم واحد الخوف، حتى هما خواتي كيقولوا لي ولادي فيهم واحد الخوف. راه كيخافوا بزاف، حتى بنتي كنبغي دابا هي بنتي كنقول لها البرد الليل غنقضي دغيا ونخرج، كتبقى تبكي تبكي لا 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 ماما بكينا معاك عافاك. كنقول لها راكي باش نلبسك ونهبطكم في الدروج، هما تبارك الله ديري بحال التوام كتضرب وكتعك، هذاك الشيء نقضي انا في 2 دقائق ونجي معاكم في 15 دقيقة. ماشي اشكال. شوف لا ليلى، لا لا ما تشوفيش الامور هكذا. دابا ما عندكش اهم من وليداتك، مرحليا ما عندكش اهم من بث الطمانينه والامن والامان في وليداتك. اللي تعطلوا شغلات اخرين 15 دقيقه 20 دقيقه، المهم انه وليداتك يكونوا معك مادام هذه هي الحاجه ديالهم. منهم هذاك الخوف؟ لا 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 لا، كيفاش غتحيدي منهم الخوف؟ الخوف غتحيدي منهم واحد الجواب. قالت لي ماما انا راه عزيزه عليك بزاف وخايفه دابا انت تخرجي تقضي وتجي قبل ما تجي ترى لك شي حاجه وتموتي وما ترجعيش عندنا. عادي عادي، هذا الخوف هذا من طرف الوليدات، الخوف ديالهم على الام ديالهم عادي جدا. لكن بطبيعه الحال هنا مثلا حنا كنكونوا عززناه، يعني حاولنا اننا نخرجوه، يعني ديكلونشمون ديالو بايش بانه ضغطنا عليهم بزاف، تيقدر يبان بواحد الصوره اللي هي اقوى. لكن اللي غنصحك به دابا ليلى هو انه طمئنيهم، اي حاجه طلبوها دابا انهم يكونوا معاك يرافقوك، ما تعرضيهمش بلا قياس. دابا بغينا انهم ما يدخلوش في حاله توتر حتى يولي يقولوا كلام بحال هكذا، وليو مثلا يحسوا واحد الاحساس ديال انه عرفتي شنو غيوقع لهم، تشنجات عضليه. ليلى غيوليو عندهم تشنجات عضليه اللي ممكن كتاثر لهم على هرموناتهم ديال الدماغ، كتاثر لهم على احاسيسهم، كتخلي عندهم واحد الصوره اللي كتبقى عندهم الان تبقى معاهم سنوات. اذا حنا قادرين انهم نغيروا لهم الصوره، ولكن نغيروا السلوك ديالنا. اول حاجه الليله انت تخلصي من التوتر ديالك، تعلمي كيفاش انه تعاملي مع التوتر، انك تفصلي اولا ما بين العلاقه الزوجيه وما بين تربيتك لوليدات. غتقول لي القضيه صعيبه؟ لا ماشي صعيبه، الا ولفنا نفوسنا انه حنا معروفين انه حنا مسلمين ما تنبغيوش نظلموا شي واحد، ولو انه تنتاداو من طرف شخص اخر، لكن ما تنبغيوش نصبوا هذاك الغضب ديالنا على واحد اخر، لانه تنقولوا لا ذنب له، ما عنده حتى شي ذنب. اذا خذي بهذه الفكره، ثم انت لما تكوني مقلقه متصره ماشي ضروري انه لما تخرجي من عند راجلك من بيت النعاس مخاصمين مقلقين تمشي
وتهضري مع وليداتك ديك الساعات، لا ممكن تمشي ديري شي حويجه سيري، لا ما تهضريش مع مخي عيطوا لك ماما ما تقولش اش بغيتي بعد مني خليني ولا شنو، لا ديري بحال ما سمعتيش سيري توضي مباشره. اللهم كيف غادي يقول او لا تقولي انت نخلتيه او لا جهلتيه او لا، هذا افضل بكثير من انه ديري رد فعل اللي هو سلبي. سيري توضي ديك الساعات ودخلي في الصاله قول له بابا انا غنصلي دابا، واخا ينسالي من الصلاه ونهضر معك، نسالي من الصلاه ونعطيك هذه الحاجه. علاش ديك الساعه كتبردي راسك؟ دخلتي في الوضوء، دخلتي في الصلاه، دخلتي في التامل، دخلتي في تنفس عميق، دير واحد الموسيقى في ودنيك، المهم شي حاجه اللي تعزلك على العالم الخارجي. هذا هو المقصد. علاش الصلاه ذكرتها؟ لانه الصلاه كتعزلنا، وحتى الوليدات تيتفهموا بانه راه ماما كتصلي ما غاديش نقتحموا على هذيك اللحظه. اولا ممكن تخلقي لحظات اللي تولي في وليداتك انك لما تدخلي ليها ما يبرزطوكش فيها، ما يزعجوكش. فدخلي انت في ديك المنطقه الراحه وكتغيري يعني الصوره اللي عندك انت على نفسك انك مقلقه ومتره، بقيت تنفسي تنفسي مده لا تقل على 10 دقائق حتى يرجع لك الحاله الطبيعيه ديالك. هذا هو الاصل. اولا شوفي انت واش كتبغي هذا الامر، ولا كتبغي انه تحركي الا كنتي متره، واش كتبغي تحركي؟ اذا الا كنتي عندك رغبه في انه تحركي، تبقي تحركي في بلاصتك اولا تمشي تجري في الصالون من هنا لهنا، وليدات غيشوفوا غيفرحوا غيضحكوا، انت راه ربي اللي عالم بيك، انت راه كتفرغي واحد الطاقه سلبيه. المهم انه ما كتعصبيش على الوليدات ديك الساعات، ديري الوليدات بحال ما كاينينش. هذه من الطرق اللي غتعاونك على انه تفرغي الطاقه السلبيه اللي عندك بلا ما تصطدمي مع الوليدات وبلا ما يكونوا هما الضحيه. يعني دكتور إذا بدلت ما أي هذه الله نقولها لك، لقيتي خطفتيها لي من فمي ونهانية لليلة. إلا بدلتي الطريقة ديالك ديال التواصل معاهم، إلا بدلتي الطريقة ديال أنه تشوفي أنت الأمور وعلمتيهم هما بنفسهم كيفاش يتعاملوا مع الغضب ومع التوتر، غيحسوا بالإطمئنان، غيحسوا بالراحة. أنت بحال مثلا قبضتي شي اش غنقول لك بوبي او لا قريعه او لا شي حاجه، وانت كتعصري فيها وهي عامره كتعصري فيها، راه غيتحل البوشون ديالها وغادي تفرقع وغادي تطرطق. لكن الا خليتيها راه تبقى عاديه ما عندهاش شي ضغط، هكذاك وليداتك يخليهم عاديين غيرجعوا للحاله الطبيعيه ديالهم. والاكثر من هذا غادي تعطيهم العناق، يعني تعنقيهم تبوسيهم تبتسمي في وجههم، غير الطبائع ديالك لاله، الطبائع ديالك استمري عليها واحد المده. شوف الشخصيه تصنعها طبائع، والطبائع تصنعها العادات. ديري عادات جديده عوض ما تصبحي مغوبشه وهذا، قولي انا منين فيق الصباح غنبتسم ايا كان السبب وايا كانت الافكار عندي في راسي وايا كانت المشاكل، غنصبح في الصباح نصبح مبتسمة نقول الحمد لله، الحمد لله ربي حياني من جديد، عندي مهمة في الحياة تنقوم بها هي هذه وهذه وهذه وهذه، ونحمد الله تعالى ونسجد شكرا لله. يلا فقط نسجد شكرا لله أن ربي حياني من جديد، هانا استقبلت الحياة واستقبلت اليوم الجديد بفكرة جديدة وبفكرة ديال الرضا. إذا كتبدلي العادات، إذا قلنا الابتسامة، تنفس، تعلمي تنفسي مزيان، شري واحد الكره اختي ديريها في يديك الوقت اللي تكوني مقلقه بقاي تضغطي عليها، هذه غتساعدك على انه تخلصي من ديك التوتر. عاود ما تضربي الطبله ولا تهرسي الطبله ولا تهرسي الزاج او لا شي حاجه، كره تبقاي تقبطي فيها وتنفسي. انت واخا يهضر معك ولدك، واخا تهضر معك انت تقول له بلاتي ولدي بلاتي ولدي بلاتي ولدي، وانت ولا ما تجاوبيش غيرتاحوا هما الا ما جاوبتيهمش، غيرتاحوا. اللي ما غيريحهمش هو انهم تجاوبيهم بعصبيه. اذا باش يحيد منهم الخوف خاصهم يطمئنوا، خاصهم يحسوا بانه انت راك مرتاحه معاهم وهم مرتاحين معاك، وانه كتغيري الجو، غيري الجو معاهم لالا، خرجي لعبي معاهم او لعبوا في الدار، ضحكي، حاولي تخلقي شي، ربما هذا الجو اللي غتخلقيه جميل غياثر حتى على علاقتك مع راجلك، فغتولي العلاقه الزوجيه هي افضل واحسن. لانه الانسان حنا لما كتاخذنا مشاكل الحياه وتاخذنا الهموم وكياخذنا مثلا العمل وكذا وكذا، كنساو ديك الفرحه والضحكه والنكته وكنساو نخلقوا شي حويجات. فخلقي هاد الحويجات الى دخل راجلك ولقاك كذلك انه مرتاحه وفرحانه وكتضحكي، حتى هو غيتغير له المغان ان شاء الله، وغادي تكون الامور احسن وافضل. وشكرا جزيلا على تواصلكم، وشكرا لمجدولين كنتي معي في الاخراج ولا سميحه في استقبال المكالمات. نلتقي غدا، لا ننتقي يوم الأحد إن شاء الله تعالى على برنامج سيدة النساء. دمتم في رعاية الله ونهاية أسبوع موفقة.
Spider-Man.